الاول انا بشكركم، والموضوع بالعكس انتوا سبب كبير للنجاح، لان كنتوا اتعاملتوا بشكل وطني. بشكل وطني كلنا حاسين ان احنا لازم ننقل ده للعالم كله، لازم نشوف افضل حاجه، والحمد لله الافضل حاجه كتير جدا في مصر، مفيش حد عنده هرم زي ده. ازاي نستثمر كل ما نمتلك؟ ازاي نفكر بعمق؟ لان حفل القرعه ما هو الا الكي الاولاني او المفتاح الاولاني ان احنا بندي الصوره الذهنيه اللي هي الايمج المظبوطه للعالم عن امكانيات مصر بتنظم ازاي، عن كل الاحتمالات اللي موجوده في الحقيقه، حجم التواجد من بره مصر وجوه مصر النهارده مع التحديات اللي موجوده. كمان احنا منسقين، عملنا مؤتمر صحفي النهارده الرئيس اللجنه الطبيه حازم وهو ممثل الاتحاد الدولي اللي يعرض طبعا معاه اللجنه الطبيه المحليه ووزاره الصحه المصريه والWHO او منظمه الصحه العالميه كانوا موجودين، شرحوا كل الاجراءات المتبعه عشان يطمنوا العالم كله. احنا كمان بنرسل رساله اخرى للطمانينه. كل اللي اتعمل النهارده بيتقال عليه ميد ان ايجيبت، كل اللي موجودين شفنا الفنان عمر خيرت، بندي ايضا رساله ثانيه على المتفقين الفكر والاختيار. الاعلام كمان والصحافه ان هي تنقل السوشيال ميديا وتنقل الصحافه وتنقل الدنيا كلها، ده شيء مهم جدا جدا عشان دايما يكون عندنا ثقه في ذاتنا. وهكرر تاني، مفيش عمل كبير، هكرر تاني بس ازاي ان احنا ننظر يعني دايما للكوب المليان، لان اكيد حفل كبير زي كده هيكون في بعض الحاجات فيه محدش يقدر يعمل حاجه اهم من نفسه، اكيد بعض الناس تكون زعلانه ما جاتش، هو العدد مينيمايز او شرينكت او اقل عشان الكوفيد. طبعا لكن كنا نتمنى كل الناس، اللجنه التنظيميه بذلت الخساره كلها، بشكر اللجنه التنظيميه كانت سنده في الحياه والاتحاد الدولي معانا. ان شاء الله احنا النهارده بنقفل ملف، نفتح ملف